أجمعت القوى السياسية والمدنية في الجزائر اليوم على إدانة اقتحام القنصلية الجزائرية وإنزال العلم بالمغرب، ووصفته بالعمل غير المسؤول وأنه يتنافى مع الأخلاق. نحملوا المسؤولية تاع هذا العمل الإجرامي ولا مسؤول وما يخدمش مصلحة الشعوب، لأن هذا العمل هذا جاء في وقت، يعني أولا خطاب الملك الذي عبر على أن الجزائر هي العدو اللدود، وكذلك قال ونادى بالتعبئة الشعبية. وعن اختيار الفاتحة من نوفمبر للإقدام على هذا الفعل أضاف العماري، لأن أول نوفمبر ثورة شعبية ذو بعد إفريقي هزمت وطردت الاستعمار الفرنسي من 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 الجزائر، وهي اللي دخلتنا كشعب جزائري نقف دائما مع الشعوب المستعمرة، وكذلك لأن أول نوفمبر هي اللي ترفع الرأس، وهي اللي جعلت من الجزائر قبلة الثوار ومكة الأحرار، واليوم فاتحة بابها لأخر قضية الاستعمار، قضية الصحراء الغربية، من أجل مناصرة الحق ومن أجل تمكين الشعب. من جهته الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي استنكر الفعل ووصفه بالإساءة إلى الفاتحة من نوفمبر. يعتدى على قنصليتنا في الدار البيضاء و يدنس علمنا الوطني، وفي هذا اليوم في يوم أول نوفمبر الذي الأصليين المغاربة والمغاربة عموما يعرفون وزنه وقيمته لدى الشعب الجزائري لدى المغاربة المغاربيين.